بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمر الحمداني، رئيس جمعية فرسان الجيد الذهبي تبوريضة ببير جديد، ومقدم صربات البير جديد، وكاتب عام جمعية دكالة فنون الفروسية التقليدية والحفاظ على التراث بنيت الجديدة. حنا الان كنتواجدوا اليوم بالمباراه الجهويه ديال مدينه اسفي. كيف ما كتشوفوا المستوى اللي كان تنظيم، تبارك الله ما شاء الله، تنظيم في المستوى من طرف الشركه الملكيه تشجيع الفرس، ولا من طرف المسؤولين او السلطه المحليه ديال مدينه اسفي اللي كتوفر جميع الامور اللوجستيكيه باش تمر المباراه في احسن الظروف. كذلك كنبغي نتوجه بصفتي كمقدم او كباردي، كنبغي نتوجه بالشكر الجزيل للسرب اللي كانت مشاركه في هذه المباراه هذه ديال مدينه اسفي، على حسن التنظيم ديالهم وحسن التعاون ديالهم مع السلطات المحليه او مع الشركه الملكيه لتشجيع الفرس باش تمر هذه المباراه في احسن واجمل الظروف. وكيف ما كتشوفوا هذا الشيء اللي كان انها مرت باحسن واجمل الظروف. وكيف ما كنقولوا حنا البارديه، السلامه هي شيء اهم حاجه في هذا الشيء كامل، هي السلامه. من ينزلوا البارديه كل شيء سالم، كل شيء بخير وعلى خير، ما يضرب لك حتى واحد، هذا هو المهم. واللي تأهل الله يسهل عليه في باقي الأدوار المقبلة، واللي ما ساعفوش الحد إن شاء الله السنة المقبلة يحاول يطور راسه ويطور المستوى ديالو باش يكون إن شاء الله بصورة مشرفة أحسن من اللي ظهر بها هاد السنة هذه. هي بالمقارنة، سواء أنا نعطيك مقارنة على حساب هاد المباريات اللي دازو بما فيهم مباراة ديال سيدي بن نور شماعية جديدة واليوم ديال آسفي، يعني حاليا بالنسبة لي أنا كواحد في الميدان، يعني مباراة ديال جديدة هي الطوب، هي اللي داز فيها، يعني كيف ما بلغتنا حنا الباردية اللي كان فيها الضرب ديال المباراة، الضرب ديال الإقصائيات، يعني كان فيها البوطون وكان فيها، يعني كانت فيها خيول، كان فيها سروج لباس. ماشي كنقصد زعما كننسي بالصورة ديال المباريات الأخرين أو لا بالمقاديم أو لا بالفرسان، ولكن غير مقارنة ديال هاد المباريات اللي دازوا، يعني جديدة حاليا كتبقى هي المرتبة الأولى في المباريات. واش نقول لك، المستوى ديال المباراه ما تقدرش تحكم عليه مقارنه مع التدارب اللي كتكون. التدارب كيكون فيها دق، والمباراه كما كتعرفهاش لا عاد من بيته ولا عاد من صابحه، كيصبح دق اخر، مستوى اخر. تقدر دوك الصربات يقدروا المستوى اللي ظهروا به تقول ماشي هو هذا اللي كانوا به في لونطريما، سواء كان احسن او كان ناقص. بالنسبه للسراب راه اش نقول لك، الحمد لله هي الاقصائيات كامله راه كيكونوا فيها اجود السراب، يعني كيف ما كتشوف مثلا اسفي فيها 6 سربات، يعني راه اجود السراب، يعني السربات اللي عندهم كل ما يلزم من العده، يعني السروج، لباس، الخيول، البنادق، يعني عندهم مسائل متوفره الشروط. يعني هاد السربات الاغلبيه اللي كيشاركوا راه، يعني راه جينا نحسبوا السربات ديال اسفي راه ما يفوق واحد 50 سربه واش مشاركه فيها السي، يعني ربما السي اللي عندها المقومات والمؤهلات باش انها تخوض هذا الغمار ديال المنافسه. يعني كيف ما سبقت وقلت لك، ما نقدرش نحكم مباراه ما كتعرفهاش عاد من بيته ولا عاد من صابحه بهذا المصطلح بالنسبه لي انا، يعني راه كتكون في شكل وكتولي في شكل، وراك باقي مباريات غادي تجراو بما فيهم الفقيه بن صالح وبني ملال، بما فيهم 16، بما فيه مراكش، وديك الساعه غادي نشوفوا الدور الثاني اللي غادي يكون في 8 صورت في مدينه مراكش، ديك الساعه ثاني غتشوف 8 الصراب اللي غادي يدوزوا. يعني بخلاصه، يعني البارود كيخلق المفاجاه، كتبقى تيسير الله، يعني ما تقدرش تحكم. السراب ديال الاقاليم الجنوبيه، يعني كاين سربات اللي في المستوى بما فيهم ابراهيم نصيحي، ياسين بوعو، سي عمر بوتغروت، يعني بما فيهم هاد السنه مقدم رضوان شاكير اللي كنخوض معاه غمار المنافسات السنه، وكنتمناو اننا نكونوا في المستوى ونظهروا بصوره زوينه وبحله زوينه، نشرفوا المنطقه ديال الاقاليم الجنوبيه، المنطقه الداخله خصوصا لاننا تما فين مشاركين. كنتمنى اننا نكونوا في المستوى المطلوب ونظهروا بصوره زوينه ونشرفوا الناس ديال مدينه الداخله بصفه عامه والناس ديال الاقاليم الجنوبيه. وكيف ما سبق وقلت، هي كتبقى منافسه،
منافسه خصها تكون منافسه شريفه، يكون واحد التآزر واحد التآخي ما بين الصرب وما بين المقاديم. اللي ربح الله يسهل عليه، واللي ما سافوش الحظ الله يسهل عليه في مره مقبله ان شاء الله. بالنسبه للمقومات يعني كاين شي امور اللي كتبان ربما لبعض الناس كتبان لهم امور لا علاقه، ولكن هي راه لما في حد ذاتها لما كانتش عندك ما غاديش توصل. اول حاجه خص يكون عندك واحد الجو في الصربه في الخزانه، خاص يكون عندك واحد الجو زوين، يكون ركابه، يكون واحد التسليم، قلوب تكون مسلمه ما بيناتهم، تكون الامور صافيه، ما يكونش الخصام والشجار ما بين الركابه. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى خاص تكون عندك العده ديال المباراه بما فيها كما قلت، يكون عندك اجود الخيول، يكون عندك احسن البنادق، احسن السروج، احسن اللباس، وما نساوش الفرسان، يكون عندك اجود الفرسان اللي يكونوا على الصعيد الوطني تقريبا، لان حتى الفرسان الا كانوا في مستوى كيبينوا المقدم او كيعطيو صوره على الصربه، حيت الصربه راه ما فيهاش غير ركاب واحد ولا غنقدم بوحدو، راه فيها 15 ركابه، 15 ركابه راه كامله. الا نجحت الصربه راه نجحت بهذيك 15، خسرت راه خسرت بهذيك 15. يعني كاينه العلاقه ما بين الركاب والعود؟ كاينه العلاقه ما بين الركاب والعود هي كل شيء. العود الركاب الا ما كانش منسجم مع العود ما غيدير والو، ما يعطيكش داك الشيء اللي مطلوب منه، خاص يكون منسجم مع العود. الا ما كانش منسجم الركاب مع العود ما يعطيكش داك الشيء اللي مطلوب، ما يظهرش في مستوى المطلوب. هذه ضروري لابد. علاش هي؟ علاش كتكون التداريب قبل؟ باش الركاب كينسجم مع العاود، ينسجم مع الحركات، ينسجم مع المكحله، ينسجم مع المقدم، مع الميزان ديال المقدم كيف ما كنقولوا حنا، باش يعطيك داك الشيء ما عنده. هي دازت فتره شنقول لك، ربما أسوأ فتره كدوز عند اي باردي او اي كساب ديال الخيل او اي واحد في هذا الميدان. هذه هي أسوأ فتره كدوز عنده. ما كانش اول حاجه ما كانش مداخيل، يعني كان الحجر الصحي، كان الناس توقفوا من الخدمه وداك الشيء، يعني ربما كان ضرر. الضرر الثاني بالنسبه ثاني لهذ الزياده اللي كاينه دابا في العلف وفي كاين الصير، يعني وما كاينش مقابل. يعني حنا كيف ما كتشوف دابا راه العود راه ما كتاخذش منه شي نتيجه ولا شي مدخول ولا شي. شنو هو المدخول ديال العود؟ هو بحال هذه المناسبه، كان المواسم ما كانوش، انت كتعلف في العود العام كامل. علاش؟ باش يجي هذاك الموسم او هذاك المهرجان كتهز انت خاسر من جيبك. انت العام كامل انت كتصير على العود، كيجي الموسم ثاني كتصير ترونسبور، الاكل، اللباس، المسائل ديالك باش تمشي تبان في واحد الصوره زوينه، يعني فين كتخرج وكتفرغ هذيك الهوايه ديالك. وبالنسبه ثاني كورونا يعني ما كانش الخروج ديال الخيل، انت كتشوف الناس ربما كاع تازمات، يعني علاش شي اغلب الخيول راه ما كتبانش لك خيول في المستوى اللي مولفين، يعني ما كاينش ذاك التهلو في الخيل، ما كاينش داك التهلو اللي كتعرف. علاش؟ انت كتشوف الامطار قليله، الناس ما كاينش الغلاء ديال العلف وداك الشيء، يعني ما كاينش داك التهلو ديال الخيل اللي كتعرف، يعني الناس غدا غير مسايسه مع الوقت وصافي. وكلمه اخيره كنبغي نتقدموا بجزيل الشكر للناس المنظمين اللي على الاقل نظموا هذه الاقصائيات اللي غتنفس شويه على البارديه. كنبغي نشكروا جامعه الملكيه الفروسيه، كنبغي نشكروا الشركه الملكيه لتشجيع الفرس اللي نظموا هذه الاقصائيات هذه، على الاقل تكون هي المتنفس. وفي نفس الوقت كنبغي نوجه نداء للداخليه والناس المسؤولين وزاره الثقافه وكذا اللي مكلفين بالمهرجانات والمواسم باش يكون التنظيم ديالهم ويكون في اقرب وقت ممكن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.